متابعينا الكرام في جمهورية مصر، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم هذه النشرة الجوية الخاصة والتي ستتحدث عن الأحوال الجوية المتوقعة في عموم مناطق الجمهورية نهار يوم الخميس والجمعة في عطلة نهاية الأسبوع، سيما أن الجمهورية ستكون تحت تأثير منخفض جوي عميق ويعتبر تاريخي من حيث الشدة. محاور هذه النشرة الخاصة سنتحدث في البداية عن تحليلات علمية لهذا المنخفض الجوي العميق، كيف يتشكل وكيف يتحرك وكيفية تأثيراته، ثم ننتقل إلى التأثيرات الفعلية لهذا المنخفض الجوي على الجمهورية وكيفية تأثيره على أرض الواقع، وكيف سنرى الأجواء في القاهرة ومناطق مختلفة من الجمهورية نهار يوم الخميس وبالإضافة ليوم الجمعة. ثم نتحدث عن تنبيهات وتحذيرات جادة وحقيقية بشأن هذه الأحوال الجوية التي تؤثر على جمهورية مصر بمشيئة الله تعالى. هذه صور أقمار اصطناعية محاكاة للفترة المقبلة، فكما نلاحظ وجود هذه الصور تشير إلى دوران كبير للسحب والغيوم التي هي باللون الأبيض فوق مناطق شمال الجمهورية، والتي تشير إلى مدى عمق هذا المنخفض الجوي والذي يؤدي ويؤثر على مناطق واسعة من أراضي جمهورية مصر، بالإضافة أنه يؤثر على تقريبا 9 دول جمهورية مصر: قبرص، سوريا ولبنان، فلسطين، الأردن، السعودية، العراق. كل هذه المناطق ستتأثر بهذا المنخفض الجوي، ولكن الشدة الأكبر لهذا المنخفض الجوي ستكون فوق مناطق جمهورية مصر، ولاحقا يتحرك إلى مناطق بلاد الشام ومن ثم العراق، ويصل تأثيره إلى مناطق المملكة العربية السعودية. لنرى في الخريطة التالية أيضا أن هذا المنخفض الجوي يدمج ما بين خصائص عدة ومختلفة. ففي البداية هناك هبوط لكتلة هوائية باردة قادمة من الأراضي الأوروبية باتجاه الأراضي المصرية، هذا الأمر الأول. يدمج ذلك مع اندفاع لتيارات هوائية شبه استوائية كما راح تصعد وتدور حول هذا المنخفض الجوي، وبالتالي يوجد لدينا هناك خاصيتين: شبه استوائية وتيارات هوائية دافئة، وبالمقابل هناك هبوط هواء بارد نحو الأراضي المصرية. وبالإضافة إلى أن الصحراء الآن في جمهورية مصر تكون فيها ارتفاع درجات الحرارة كوننا في شهر آذار، كل هذه العوامل أدت إلى تشكل هذا المنخفض الجوي العميق. نلاحظ مدى الدوران الشديد لهذا المنخفض الجوي أثناء تأثيره، والذي يتحرك لاحقا إلى الشرق بمشيئة الله تعالى. نستعرض سوية خرائط الضغط الجوي، هذه الخرائط التي تشير مرة أخرى بصورة مبسطة بأن هناك منخفض جوي عميق يتمركز ويتشكل فوق أواسط الأراضي المصرية، ذلك مع ساعات صباح يوم الخميس يبدأ هذا المنخفض الجوي بالتحرك بالاتجاه الشمال والشمال الغربي ليتمركز ظهرا بالقرب من مدينة القاهرة. ومقدار عدد الدوائر حول هذا المنخفض الجوي يعني شدة عمق المنخفض الجوي. عندما نتحدث أن المنخفض الجوي عميق، أي أن قيم الضغط الجوي به منخفضة للغاية، وهذا يعني أن الظواهر الجوية المرافقة له تكون شديدة سواء من ناحية رياح أو من ناحية ظواهر أخرى كالغبار والأمطار. هذا المنخفض الجوي مع ساعات مساء يوم الخميس يصبح بطيء الحركة ويزداد عمقا، ويتمركز بالقرب من القاهرة أي في شمال الأراضي المصرية، وكذلك الأمر حتى ساعات فجر يوم الجمعة، ويبدأ بالتحرك التدريجي نحو الاتجاه الشمالي الشرقي مع ساعات صباح يوم الجمعة. فنلاحظ أنه يمكث يوم كامل تقريبا فوق الأراضي المصرية بحركات مختلفة، سواء بدأ في أواسط مصر تحرك بالاتجاه الشمالي الشرقي ومن ثم بالاتجاه الشمالي الغربي ومن اتجاه الشمال الشرقي لاحقا. فيمكث هذا المنخفض الجوي يوما كاملا طيلة نهار يوم الخميس فوق الأراضي المصرية، وبالتالي يؤدي إلى وجود أحوال جوية مضطربة للغاية في تلك المناطق. بعد ذلك تحرك هذا المنخفض الجوي مع ساعات يعني بعد ظهر يوم الجمعة إلى داخل الحوض الجنوبي الشرقي للبحر الأبيض المتوسط قبارة السواحل الفلسطينية، ومع هذه الحركة تمتد هذه التأثيرات إلى مناطق أخرى من بلاد الشام. ولكن بالرغم من ابتعاد هذا المنخفض الجوي عن الأراضي المصرية، إلا أن الرياح الشمالية الغربية التي تأتي خلف هذا المنخفض الجوي تؤثر على عموم مناطق الجمهورية في القطاع الشمالي من الجمهورية خلال حتى ساعات نهار يوم السبت، وبالتالي تأثير الأساسي الخميس مع بقايا التأثير وجوده يومي الجمعة والسبت بمشيئة الله تعالى. ننتقل إلى خرائط سرعة الرياح، وهو الظاهرة الجوية الأميز ومن الظاهرة الجوية مميزة لهذا المنخفض الجوي الذي يعتبر تاريخي بالنسبة للأراضي المصرية. هذه خرائط توقعات الرياح، كلما اتجهنا باللون الأكثر احمرارا تعني سرعات عالية للرياح، بينما هذه الألوان المائلة للأصفرار والأزرق هي رياح أقل سرعة، تشير أن مع ساعات صباح يوم الخميس هناك اشتداد كبير في سرعة الرياح في المناطق الشرقية من الجمهورية.
أي مناطق أيضا في أواسط الجمهورية. هذا يعني بطبيعة الحال وبشكل تلقائي هبوب عواصف رملية، كون مناطق واسعة تشهد في تلك المناطق طبيعة صحراوية. مع دخولنا في ساعات ظهيرة يوم الخميس نلاحظ مناطق شبه جزيرة سيناء تتعرض لرياح شديدة عاصفة، أيضا كذلك الأمر في المناطق المطلة على البحر الأحمر. هذا يعني بطبيعة الحال أن البحر سيتحول إلى مائج ويصبح ارتياد البحر في تلك المناطق نوعا ما مخاطرة. على الجانب الآخر داخل الأراضي المصرية نلاحظ أن اشتداد الرياح الشمالية القادمة من البحر باتجاه عمق الجمهورية، وبالتالي هناك أيضا رياح في أغلب مناطق الجمهورية. لكن إذا انتقلنا مع ساعات المساء تصبح سرعة الرياح إعصارية في المناطق الساحلية بحد العاصفة في المناطق الداخلية في مصر، وكذلك الأمر في شبه جزيرة سيناء، وبالتالي معظم مناطق البحر سواء الواجهة الشمالية أو الشرقية من الأراضي المصرية تصبح فيها ارتفاع الأمواج عالي جدا، ارتياد البحر يصبح صعب. في حين داخل الأراضي المصرية نتحدث عن رياح شديدة وعواصف رملية وانعدام لمدار الرؤية الأفقية. وكما تلاحظون في هذه ذروة تأثير هذا المنخفض الجوي ليلة الخميس على الجمعة، هذا اللون الأصفر الذي يقع في داخل شمال القاهرة هو مركز المنخفض الذي في العادة بشكل نسبي يكون فيه سرعة رياح أقل من باقي المناطق، ولكن جميع المناطق التي حول هذا المنخفض الجوي سواء في العمق المصري أو في مناطق بحرية مطلة فيها الجمهورية عليها تكون فيها رياح شديدة جدا تصل إلى سرعات تتجاوز 100 و120 كم بالساعة، وذلك يعني في ناحية البحر ارتفاع الأمواج، وفي داخل اليابسة يعني ذلك وجود عواصف ترابية ورملية شديدة. تستمر هذه الرياح في حتى ساعات نهار يوم الجمعة أعزائي المشاهدين، وكما نلاحظ ما زالت هناك رياح قوية جدا مناطق مرسى مطروح يتوقع أن تشهد رياح قوية نهار يوم الجمعة، كذلك الأمر في القاهرة وشبه جزيرة سيناء. هذه الرياح أيضا تستمر بشكل شديد جدا يوم الجمعة في معظم مناطق المصرية، وتبدأ هذه الرياح بالتراجع التدريجي اعتبارا من نهار يوم السبت بمشيئة الله تعالى. انتقالا إلى خرائط توقعات المحاكاة الحاسوبية الخاصة بالأمطار، فاعتبارا من منتصف ليلة الأربعاء الخميس تبدأ أمطار رعدية بالهطول على مناطق مختلفة من القطاع الشمالي الغربي من الأراضي المصرية بالإضافة للمناطق الجنوبية، كذلك الأمر مناطق في شبه جزيرة سيناء والمناطق الشرقية المطلة على البحر الأحمر. لكن عند دخولنا في ساعات النهار تشتد تدريجيا هذه الأمطار الرعدية، تصبح غزيرة على فترات، وكما نلاحظ هذه الألوان الزرقاء الداكنة تدل على كثافة شديدة وغزيرة لهذه الأمطار الرعدية رعدية الطابع على مدينة القاهرة غدا نهارا. فبالرغم من وجود الرياح القوية ستترافق هذه الرياح القوية مع أمطار غزيرة وعواصف رعدية شديدة، ربما حتى نرى بعض تساقط زخات البرد في بعض المناطق المصرية على وجه الخصوص. مناطق الساحلية أيضا تتعرض لأمطار، المناطق الساحلية في الواجهة الشرقية أيضا تتعرض لهطولات غزيرة للأمطار. كما نلاحظ هذه الألوان التي ربما لم نرى مثلها من قبل داخل الأراضي المصرية موجودة مع ساعات مساء يوم الخميس، هناك حالة تاريخية للغاية فوق الأراضي المصرية يوم الخميس لم تشهد لها جمهورية مثيل منذ أزمنة طويلة، وبالتالي تستدعي الانتباه والاستعداد لها بشكل جيد. كما نلاحظ حتى على مناطق الأمطار موجودة حتى على مناطق قناة السويس ومناطق عديدة وتشمل معظم مناطق الجمهورية. ولاحقا مع ساعات فجر يوم الجمعة تمتد هذه الأمطار لتصل أيضا مناطق شمالية غربية تكون كثيفة جدا على الإسكندرية مرسى مطروح وفي داخل الأراضي المصرية. مع تحرك المنخفض الجوي شرقا كما تحدثنا سابقا يوم الجمعة نلاحظ أن بقاء وجود أمطار فوق مناطق القطاع الشمالي بشكل عام بما فيها مدينة القاهرة تحت تأثير هطولات مطرية متفاوتة الشدة تكون غزيرة على فترات وربما تترافق مع الرعد، وتستمر هذه الأمطار بالهطول حتى كما نلاحظ ساعات نهار يوم السبت وتكون متركزة في عموم المناطق الشمالية. لكن مع ساعات مرات الظهر يوم السبت تبدأ الأمطار بالتحرك كما نلاحظنا تصبح تتحرك أكثر شرقا وتبتعد عن مناطق شمال غرب الجمهورية بوجه خاص كما تلاحظون، وتصبح متركزة في القطاع الشمالي الشرقي بمشيئة الله تعالى. هذه الخريطة هي ملخص إذن للأحوال الجوية المتوقعة في الأراضي المصرية. كما نلاحظ هناك منخفض جوي عميق يتشكل داخل الأراضي المصرية يتحرك بهذا الاتجاه ثم يقوم بالدوران باتجاه داخل الأراضي المصرية ثم يعود ويتجه باتجاه مناطق بلاد الشام
ظواهر جوية عديدة. أغلب هذه المناطق التي هي باللون البرتقالي تعني أمطار رعدية غزيرة، هناك رياح قوية مصحوبة بعواصف ترابية على فترات تفصل ما بين الأمطار بين الحين والآخر. نلاحظ أن بهذا اللون الساحلي باللون الأحمر على السواحل نتحدث عن بحر هائج ومائج، وبالتالي الارتياد للبحر يكون أمر في غاية الخطورة. كذلك الأمر في مناطق خليج السويس ومنطقة خليج العقبة ومناطق البحر الأحمر، ارتفاع كبير في الأمواج وأيضا رياح شديدة جدا في منطقة شبه جزيرة سيناء. هذه كلها التوقعات الجوية المتوقعة إبان تأثير هذا المنخفض الجوي. قبل أن ننتقل للمحور الأخير أود أن أدعوكم إلى زيارة وتحميل تطبيق طقس العرب للتعرف على حالة الطقس بدقة لخمسة أيام ساعة بساعة في مناطق سكناكم أو المناطق التي أنتم مهتمون بها. قبل أن نختم هذه النشرة الجوية الخاصة ندعو جميع متابعينا وسكان جمهورية مصر للانتباه وأخذ التحذيرات بجدية، والتي نبدأها دائما بالتحذير من خطر تشكل السيول في مناطق واسعة من الأراضي المصرية سواء على مرتفعات البحر الأحمر أو حتى على الواجهة الشمالية السواحل الشمالية، بالإضافة للداخل المدن الرئيسية بما فيها القاهرة، هناك خطر من ارتفاع منسوب المياه في الطرقات نتيجة هذه الزخات الغزيرة جدا من الأمطار التي ربما نعتبرها في بعض المناطق غير مسبوقة. الأمر الآخر نحذر من خطر شدة سرعة الرياح الشديدة والتي تصل إلى سرعات غير أيضا مسبوقة في الأراضي المصرية أو حتى على المناطق البحرية، والعواصف الترابية والغبارية التي ستترافق معها، وبالتالي ندعو مرضى جهاز التنفسي العيون بعدم المجاسفة والخروج في مثل هكذا أجواء، وبطبيعة الحال ندعو إلى عدم المجازفة وارتياد البحر خلال فترة تأثير هذا المنخفض الجوي سواء في خليج السويس، قناة السويس وخليج العقبة ومناطق البحر الأحمر أو حتى على القطاع الشمالي والواجهة الشمالية في منطقة البحر الأبيض المتوسط. هذه طبعا كل ما لدينا حتى اللحظة بشأن هذا المنخفض الجوي الذي يعتبر منخفض جوي عميق وعاصف وتاريخي يؤثر على الجمهورية وتقريبا 9 دول أخرى في المنطقة. كما ذكرت سابقا سنكون دائما على اطلاع معكم أولا بأول في هذه الأحوال الجوية، وسنبقيكم على اطلاع بآخر التحديثات تحت المراقبة الآنية والمتواصلة من خلال غرفة عمليات طقس العرب. لا تنسوا تحميل تطبيقنا مرة أخرى، تابعونا أيضا ولا تنسوا تفعيل الاشتراك على قناتنا على اليوتيوب ليصلكم توقعات الطقس أولا بأول. دمتم في رعاية الله.